يعني العيله بتاعت بليله دي اللي خطفتنا كانوا يقصدوك انتوا ما يقصدوناش احنا. طب كانوا عايزين ياخدوا كف ايديا ليه؟ قطعوا كفوف الاثنين بتركيز. ايه؟ مش عايزين غلطه. ما تخافش يا اخوي كله بسنتيمتر. لا احنا ما اتفقناش على كده. انت مش قلت تقطعوا كف واحد جايين دلوقتي قلت تقطعوا كفين ليه؟ عشان الحيره قررنا نقطع كفك اليمين وكفك الشمال. ما الخزنه دي فيها فلوس واسرار صفقات كتيره قوي كانوا عايزين يوصلوا لها من زمان بس كانت واقفه على فتحها. ايد صاحبها للخزنه ببصمته في النمسا. والحقيقه ان الكف اللي يفتحها هو كف نرمين. يا جدع ما تقول كل حاجه على بعض بدل ما اقتلك. ولما ليلى عرفت ان نرمين هي اللي ورا الشخص الفيك ده كنت لازم اثبت ولائي ليها. بس انت اكيد كنت عارف من الاول. ابدا. انا عرفت لما انت قلتي لي انك لقيتي حد باسم عبد الصبور امين عبد الصبور بيشتغل في الشهر العقاري. فابتديت اجمع معلومات وادور ورا اللي حصل لحد ما اكتشفت اللي لسه قايله لك ان ده حوار نرمين هي اللي عاملاه علشان تشيلك من طريقها وتبوظ عليك شغلك وتاخده لصالحها. بعد شويه كان هتفضل انا كمان علشان تشيلني من طريقها. بس من الذكاء بقى اننا نتعامل مع الموضوع بالراحه وبهدوء. وصدقيني احنا مصلحتنا مع بعض. يا خسيس يا زبالة. كنت لازم ألبس الحوار مظبوط لنرمين واخلع أنا منه. بس لعلمك من مصلحتي ساعتها إني كنت ألعبها مع نرمين وفي نفس الوقت أبقى مأمن من ليلى لحسن تسبق وتخلص على التانية على الأقل أبقى ضامن مكان معاها. أستاذ وأقنعت ليلى إن التانية مش لازم تعرف لحد ما نعمل الحوار الصح اللي نرجع بيه فلوسها اللي سرقتها منها نرمين. في نفس الوقت منصور كان بيلعب لعبة علشان يرد فلوسه من ليلى فعمل خطة من ورانا كلنا اكتشفتها ليلى بس متأخر. ايه اللعبة دي؟ الشريف اللي اتهموك بقتله مع ليلى هو الوحيد اللي قدر بتسليط من منصور انه يلعب عليها ويوقعها في حبه. يوقعها في حبه ازاي؟